متواجدوا اليوم بشارع لامارتين في مدينة الدار البيضاء، وعندنا موعد مع السيدة زبيدة اللي عندها مشاكل كثيرة في الصالون ديالها. نمشيو نتعرفوا عليها. كتكون غير هنايا في كاتريم ايطاج. إقامة ياسمين. لالا زبيدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زبيدة لاباس عليك؟ لاباس بارك الله فيك الحمد لله. توصلنا بالإيميل ديالك وعرفنا بلي عندك مشكل في الصالون. أييه فيمكن نشوفو؟ أييه دخلوا مرحبا بكم. هذا هو الصالون. واخا لا زبيدة، شنو المشاكل اللي مضايقينك في هذا الصالون؟ المشكل اللي عندي هو الحوفة عندي تقال. أييه ما كنقدش مازال نحركهم. وعندي شراجم تا هما الريدوات ما كيبقاوش يطلعوا لعندنا مع الشمس وداكشي ديفورمون. وعندي الجليج ديال الشراجم تا هما تقفلوا مع الشمس وداكشي شي مهرات وشي هذا. وعندي فوق بلافون تا هو ما كاملش ما فينيش مزيان. الصدغه تاعي عندي فيها مشكل ناشفه كتقبط الوسخ بزاف. زعما غير كتحط على يدك كتوسخ. غير بغيت نقول لك لاله زبيده انه عندنا 3 ايام ديال الخدمه وحنا ما بغيناكش توصلي هنا باش نديروا لك المفاجاه. لا ما يكون غير خاطر. عرفتي اش بغيت؟ بغيت الساروت ديال الدار. لا مرحبا بكم. يا الله يبارك فيك. عندك في يدك من اليوم. صافي. صالون السيده زبيده كيعاني من بزاف المشاكل. المعلم ما كملش ليها فو بلافون وخلى واحد الخويا كتجمع غير الغبره. الزليج ديال السترجم كله تهرس وتقلع بالشتا والشمس. الريدو تكوانسا وما بقى لا يطلع ليه هبط. الصباغه ولات مشرطه واللون اللي فيها كيشد الوسخ. فريق الديكور تعرف على كل هاد المشاكل فنشوفوا الحلول اللي غادي يعطيها. من بعد دراسة مشاكل صالون السيدة زبيدة، فريق الديكور كيقترح نعالجو مشكل السقف ونكملو الخدمة اللي بدات العائلة. نعاودو الجليج ديال الشرجم بشكل يحافظ على المنظر العام للواجهة. نبدلو الريدوات الخاسرين بوحدين عمليين أكثر ومن نوع جيد. نحكو مزيان الحيط ونديرو صباغة إيكولوجية بألوان شرح القلب. نعاودو استغلال السدادر، نبدلو شكلهم، نمزجوهم بفراش آخر عصري بألوان زاهية. نرتبو الفضاء بشكل يحفظ خصوصية العائلة ويخلي الصالون مطرف على باقي الدار. غادي نحاولوا نخلقوا جو من الانتعاش في هذا الفضاء ونعطيه فرصه للعائله تستفيد منه اكثر. المعلم هذا الريدو راه خاسر، ما بقى لا كيطلع ولا كينزل وحل في الوسط، كذلك انه كيدير صداع، فاحنا الله يخليك بغينا نبدلوه. هذا بلاستيك وضربات الشمس. أيه؟ وعواج خصني نحيدو ندير لك الومنيوم. اييه ويمكن نعبروا هذاك الاخر راه ما فيهش ما كيدير لا صداع لا حتى شي حاجه ديال الالومنيوم. قلنا شويه المزايا ديالو. المزايا ديالو هذاك تيكون عامر في الوسط ديالو بالبونج، واخا تتكون الشمس والشتا ما تقضيش عليه. حميد القباص ديالنا. حميد المهمه ديالك اش غادي دير؟ غادي تعمر ليا هذيك الخويه اللي دايزه شتيها كامله بالقبص. هي ان شاء الله. واخا داكور عرفتي ما صالحه لوالو، ها تنقشرها كتجمع الوسخ ياك ومعطيها حشرات. شحال خصك ديال القبص؟ تقريبا خنشه ديال القبص. شحال خصك ديال الوقت؟ تقريبا يومين. غتبدا الخدمه اليوم ان شاء الله. محري بالنسبه لهذا الصالون غنبداو اولا بلا بريباراسيون ديال الحيوط ديالنا. كيف ما كتشوف راه كاين شي بلايص ما فينيش بحال هنايا حدا سوار ديال الضو، هادو خصهم يتفيناو. تما راه بانت لي قبيله شتيها، حدا المخده جي نوري لك. هاد الضريبه هنايا حتى هي خصها شويه ديال لا فينيسيون. نديرو لا بريباراسيون ديالنا. بالنسبه للون فانا غنمشي ندير شوبينغ وغنختار اللون يعني التوب اللي غنفرشو به الصالون واللي عليه غنتبازاو ونديرو الالوان ديالنا. صافي السقف يمكن لك دير له لا فينيسيون تبدا فيه بالبيض. صافي داكور البلافون نبدا فيه لي بريباراسيون راه ديال الحيط كاملين. واخا واحد الحاجه قبل ما ننساها، هذا لو كادغ هذا هو بوحدو اللي غنحيدو من بلاصتو. هادو ما غنقيسوهمش، غيتكلف بهم سماعيل وطابيسي. هذا حنا غنحيدو من بلاصتو ودير ناس باغا عاديه. واخا عندي لك واحد السؤال، قيس شويه الحيط، علاش حرش؟ هاد الحرش اللي كاينه في الحيط من رولو باش تخدم، كان واقيلا رولو المعلم الصباغ عنده رولو جديد. رولو ملي كيكون باقي جديد ما كنبغيش نخدموا به لا فينيسيون، كيبقى يطلق ديك الخيوطه ديالو. يعني حتى تيكون مستعمل لواحد المره ولا جوج عاد نقدر ندير به لا فينيسيون، داكشي علاش خلات الحرش يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس على الله يبارك فيك. جينا نختاروا الريدو ديالنا اللي غنديروا في الصالون عند العائله. مرحبا. يمكننا نشوفوا؟ مرحبا تفضلوا. داخل؟ اي تفضلوا معي. يلا. لي ريدو هما محطوطين هنا، مي افون نوريكم لي شونتيون ديال لا كولور اللي غتبغيو نتوما. واخا واخا سيدي. صافا واحد لي شونتيون. فوالا
ها لي كولور اللي كاينين ديسپونيبل في الالومنيوم. واخا حنا كنظن باللي هذا اللون هذا هو اللي غيناسبنا. غير غنبغي نعرف معك بالنسبه لهاد الردوات هادو واش كتصاوبوهم هنا ولا كيفاش كتتم العمليه؟ هذا ديال الالومنيوم سيت اون لام امبورتي وعندنا لوزين ديالنا في بوسكوره هو اللي كيقوم بهذا العمل هذا ديال لابوليغيتان اللي كتشوفي هنايا. كنعمروا بهذا لابوليغيتان كنكومونديو حنا للبوسكوره عندنا في لوزين ديالنا في بوسكوره وكيجيبوه لنا هنايا بالعبار اللي انتم طلبتوه. كتهزوه من هنا ديسبونيبل. وبالنسبه للثمن ديال هاد الردوات بالالومنيوم؟ الثمن لا كيدير 180 درهم اوغ تاكس المتر. واخا سيدي تبارك الله عليكم. نسيت على السميه. انت مرحبا بك بعدا. الله يبارك. انت خويا كاين واحد التليفون تما. التليفون راه كيلهي وهما اش داروا دوزوا الخيط على ود الانترنت دوزوا لهنا. دوزوا ابارو. دابا خداو الويفي ماشي مشكل ما بقى عندنا ما نديروا بهذا التليفون الخيط هنا غادي تحيدوا راه الكولور كلها دايزه حيده كامله. صافي؟ ولا كان واحد من هنايا؟ حنا غنعيطوا ليهم نسولوا نشوف. واخا. اجي تشوف هنا كاينين لي سبوت كاملين غادي يتبدلوا لاريفي غتخليها. لي زابليك تما غادي تحيدهم. يتبدلوا. يتبدلوا. خلي لاريفي فهمتي. صافي واخا. صافي يا سي. صافي واخا. يلاه اخويا. المعلم اجي تشوف هنا راه كاين واحد الجليد كله مهرس كاين كاع اللي محيد من بلاصتو فحنا كله غتحيدو لنا الله يخليك ودير لنا جليد جديد. واخا. ولكن نفس القياسات ونفس اللون باش يعني ما نقصوش في المنظر العام ديال العماره من برا. واخا هاد البلاصه هادي فين كاين يعني في حدا الحيط دير لنا واحد البلينطه باش تجينا مزيانه كذلك انا كملي تكون كتلصق فيهم دير بحسابك الشرجم ما يجيش حداه بزاف باش ما يكونش شي مشكل. صافي. صافي. حتى المعلم ماشي. بسم الله. شوف احنا غادي نجيبوا لك الثوب ياك. نعم. وغادي دير لنا نفس العدد ديال المخاد نفس العبار كلشي. نفس العبار المخاد. غادي لي جوج بوفات ديال 40 سنتي على 40. 40 كاريه. طول عرض كاريه. فهمتي جوج وحده هنا غنحطوها وحده هنا وحده لهي. هنايا غادي دير لي بونجا. بونجا. بالطوميط ديالها. الطوميط ديالها. هنايا شنو غيجيو جوج بونجات ولا بونج؟ عرفتي دير جوج بونجات هنايا. كل طابله بونجا ديالها. باش ما يجيش داك الشكل. وشتي الطوميط دير ليه داك. لاستيك وغنديروا له واحد السير الوسط باش يعاود يجمع. عندك واحد جوج ثلاثه اربعه. غادي تبقى لك واحد القضيه اللي شويه هي صعيبه. نعم. ما عرفتش كيفاش غادي دير ليها. هذا بغيتك دير فيه الثوب. هذاك راه غادي تحيد ياك. كاين واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الكادرات. بغيتك دير ليا الثوب وهذا حيط. حيط. قلت ما يمكنش تحيد الكادر ون لا 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 الشومبرا خليها بغيت نخليها تقيسها حيت الا تهرست تقدر ما لقاوش بحال الموديل ديالها ولا شي نقدروا نديروا له واحد الخدمه اخرى ناخذ كونتر بلاك رقيق ونغلفوا بالثوب ديالو وغادي ناخذوا هذا العبار ويجي حق يتحط هنايا ما نقيسوش هذا تكرافي الثوب على الكونتر بلاك تكرافي الكونتر بلاك ويجي لك نمشيو نشوفوا شنو طري لقات الثوب ديالها اجوا معايا ناتالي نوال لاباس عليك صافا اي توا الحمد لله alors regarde j'ai trouvé deux tissus avec des couleurs différentes donc je te montre j'ai celui-là et celui-là alors tu vois je pense que celui-là les couleurs c'est un petit peu osé quand même celui-là c'est vraiment dans ce qu'on voulait faire apporter de la lumière etc on a aussi des grandes fleurs ça va être très joli dans nos cadres comme des tableaux Et puis on a la rayure assortie pour les coussins et on va aussi travailler en uni je pense le vert et l'orange sur les banquettes. واخا بالنسبه للثمن عندنا 120 لا عندنا 150 120 درهم. Exactement. Ou la matière ديالو coton polyester مزيان ما غيتكمش ليناش. Ça va pas se froisser, c'est solide, c'est épais et ça se tient très très bien. صافي ناتالي انا غنمشي شانتي نشوف بحري فين نوصل. Et moi je vais amener le tissu chez le tapissier. يلا الله يعاونك. Toi tu prends ça pour Barry ? يلا عارف.